نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل. قبة طالبان مشرفا على جميع المعابر الحدودية في كردستان، وحكومة الإقليم تعلن تشكيل لجنة عليا لمحاكمة قيادة تنظيم داعش. بعد تجميد البرلمان وحل الحكومة، الرئيس التونسي يكلف مدير الأمن الرئاسي الإشراف على وزارة الداخلية. والغنوشي يترك اعتصامه بعد منعه من الدخول من قبل الجيش. تسمية نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة جديدة في لبنان. والعاهل الأردني: تعرضنا لهجوم بطائرات مسيرة تحمل تواقيع إيرانية. والفيضانات تغرق شوارع لندن، والسلطات تعلق المواصلات العامة بعد سلسلة من العواصف.